أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة ومهمة من برنامج بيت للكل اللي يعرض على شاشاتنا الحبيبة. حلقة جديدة ومهمة لأن تعنى بقضايا، وطالما هذا البرنامج يعنى بقضايا تهم الواقع العربي وتهم المواطن العربي مثل ما هذه الحلقة مهمة جدا. فعلا يا أحمد مظبوط، والاهتمام هذا الأسبوع كان على طاولة واحدة، بغداد الحضارات مع جيرانها وأصدقائها لإعادة المسعى التاريخي لبغداد والعراق. بغداد في الإقليم والمنطقة تعود للدور الجامع والحاضن والموحد لجهود الخير. تعرفي شوف، يعني بعد كلماتك أنت وأحمد خليتونا أتذكر مقطع لرئيس السيسي عندما قال نحو الأهداف السامية والتطلعات الإنسانية الجامعة، وهذه الكلمات اختصر الهدف النبيل من القمة وأيضا دعم العنوان الأنبل لهذه القمة نحو بناء الشراكات الاقتصادية الجامعة وأيضا التعاون السياسي والأمني لدى الدول المشاركة. بهذا العنوان وهذا الهدف الذي اختصر أحلام الشعوب العربية وأحلامها في التطلع للمستقبل نحو الريادة وبارقة الأمل نحو التواجد الحقيقي في العالم. تعرف ياسمين، كمان يمكن النظر إلى هذا المؤتمر هو علامة فارقة في وقت حرج للمنطقة، واللي بيحدث في أفغانستان مش شأن محلي، هو شأن عالمي، والمطلوب إيجاد حل حتى ما يكون أحد منابع الإرهاب اللي بيأثر على المنطقة وأيضاً على البلدان وأمن المجتمعات. أكيد يا كاتي، النقاط الإقليمية والدولية مهمة جداً. مشاهدينا، بغداد في هذا الأسبوع كانت قبلة أنظار العالم في دعوة وجهت إلى الأشقاء وإلى الدول الصديقة وحتى الفرقاء، اجتمعوا في مكان واحد، ومن أغلى من مصر الحبيبة التي كانت حاضرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أغلى من الأردن الشقيقة والحبيبة الحاضرة بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني، ومن أغلى من فلسطين وإن لم تكن حاضرة بشخوصها لكنها كانت حاضرة بموضوعها الأساسي، حتى أن الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح قال قبيل انعقاد القمة أن هذه القمة فيها خطوط حمراء بالنسبة للعراق وفلسطين، وقضية فلسطين من الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها.